جريمة الفيخات والاعتداءات الأسدية تتصالب بفرض عقوبات دولية على النظام السوري. أطفال دار الأيتام الإسلامية قاموا بجولتهم السنوية بشوارع العاصمة بيروت قبل حلول أول أيام هالشهر الفضيل للتبشير بهدومه اللي متأمل إنه البركة تحل على الحياة السياسية ومشاكلها المتشعبة خلال الشهر. تقرير عن موكب رمضان لدار الأيتام الإسلامية في الأصل. صحوة هيدا الشيء صار بالـ MBC دراما. بيدفين ولا للآخرين وبينسوا حالهم. يعني أنا ما كنت بتخيل إنه بدي وقف مدرسة فعلا الواحد بالحياة أيام شوي يكون ذكي شوي يكون ثعلب. وملفات آمنة قرب المنشور وبعناوين العنوين الرئيسي الغرب يتركنا نموت. وتحت هذا صوت الملك عبد الله بن عبد العزيز لقادة العالم الإسلامي الثقافة والفنون اليوم التراثي اللبناني ثاني أيام العيد في ملعب بيروت البلد وبنظم طيار المستقبل بتقييم عيد الفطر السعيد الثانيين يعني بدعة الشهر بملعب بيروت البلدي. رح يقام كرنفال غنائي تراثي لبناني راقص للفنان عماد الرفاعي وفرقته التراثية بمشاركة فنانة سهام الصافي، ورح يتخلل كمان البرنامج عرض للخيول مع رقصات فولكلورية على الأحصنة والجميل مع الخيالة اللي رح ترقص على الأحصنة روس على الجمل والهودج. ورح يتضمن كمان البرنامج خيمة مفروشة وهي مفتوحة أمام الجميع. والصفدي مركز الصفدي بيقدم مكادي نحاس اللي رح تقدم حفل موسيقى اليوم بتمام الساعة 10:30 وكمان مكادي نحاس رح تعطينا فخر ببيروت ب 25 الشهر ضمن أمسية بابل الرمضانية. رح نتوقف هلا مع بريك إعلاني ومن بعده بنرجع عادة مع أحدث إصدارات الكتب. اليوم رح نبلش يا أم وحسيت إنه قد إيه الصبح على والسلاح لمواجهة ومكافحة الأمراض. اليوم رح ننتقل لصف تانجو بالأرجنتين، صف بيضم كل القلوب لضيفة. تقرير من تابع الصباح. أقام المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام في الجيش اللبناني ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ببيروت حفل إفطار بهذا المكتب. التفاصيل والمشاهد نتابعها سوا بهالتأكيد.